أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية. في فقرتنا دي هنتكلم على العمارة الإسلامية وإزاي كانت ولا زالت هي أفضل أنواع العمارة، مع المعماري والمعلم ومؤسس بيت المعمار المصري الدكتور عصام صفي الدين. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، وأشكركم على الاستضافة وأشكركم على الاهتمام بمثل هذا الموضوع الذي يحتاج إعادة نظر وإعادة بحث وإعادة توعية حتى الآن. صحيح، احنا سعداء جدا بتواجد حضرتك معانا النهارده. شكرك. حابه ابدا مع حضرتك الحكايه من البدايه، يعني لو احنا قلنا العماره الاسلاميه بدات امتى وازاي؟ دعينا في البدايه نقول ما هي العماره؟ هي العماره هي فن ابداعي يستند الى علوم طبيعيه وعلوم انسانيه. والعماره هي فن تحقيق حيز لأنشطة حيوية للإنسان بيقوم بها الإنسان بإرادة وفعل تنفيذي حسب احتياجاته الفعلية أولا، وبعدين يبقى فيها احتياجات لترفيه لاستمتاع لكن الاحتياجات الأصلية هي احتياجات المأوى، الإنسان، احتياج المعيشة، احتياج العمل. تطورت العمارة على مر العصور من مأوى، وده الأساس اللي كان مطلوب، إلى وظائف أخرى متنوعة حسب الزمن وحسب الاحتياج المجتمعي في أي وقت من الأوقات وحسب المواد المتاحة في مكان ما وحسب التقدم العلمي وتراكم الخبرات. نقفز قفزة كبيرة ما بين العصور القديمة والأقدم إلى عصر العصور القديمة، ثم العصور الوسطى، ثم الحديث، ثم المعاصر. في العصور الوسطى ظهرت مجموعة أنماط من المباني كوظائف وكظواهر شكلية في بيئات متنوعة حسب الاحتياج إليها وحسب المناخ المحلي لهذا المكان وحسب الخبرة للسكان وحسب نوع الحكم. يعني اتطورت، فجينا لحاجات سميت العمارة الإسلامية. مين اللي سمى هذه التسمية لهذا النوع من العمارة المتعارف عليها بالعمارة الإسلامية؟ المنظرين الأجانب الذين لم ينتبهوا إليها كقيمة وإنما انتبهوا إليها كتحفة، تحفة فنية في القرن أواخر الـ18، وابتدى يبقى في تجميع لأسسها ورسوماتها وتسجيل لظواهرها، لكن على أنها تحفة فريدة مختلفة عن ما ألفوه في الدول المتقدمة الغربية في هذا الوقت. يعني العمارة الإسلامية يا دكتور هي تصميم محدد ولا مفهوم احنا بدأنا نبنيه ونشتغل عليه؟ هي الاثنين، لكن أنا بأدعي أن أي عمارة صادقة في الحفاظ على الثروة الطبيعية والثروة البشرية ومعمولة بصدق وإتقان وإحسان وتجويد هي عمارة إسلامية. إذا اعتبرنا أن كلمة الإسلام هو أن كل شيء عندي بأسلمه لله بغض النظر عن المسمى الديني، هي سميت عند المناظرين بالإسلامية لأنه انتشرت أكثر في النطاق اللي انتشر فيه الفكر النابع من الدين الإسلامي كترشيد ومنهج سلوكيات، لكن ملوش شروط معينة في العمارة غير شروط الإتقان، شروط الخصوصية، شروط العزل الحراري اللي هي إيحاءات وترشيدات في ما يمكن أن يتبع لأن الإنسان يعمل لنفسه شيء في حياته أو في عمله وهكذا. ثم انتبه إليها بعض المناظرين الآخرين الذين عملوا بنظريات العمارة وتاريخ العمارة على اعتبار أن شيء مرتبط به، فوجدوا فيها ثراء كبير. بعدها نقل هذا الفكر إلى بعض من هم عرب أو مصريين من علماء أو مفكرين في سنوات الثلاثينيات من القرن العشرين أو الأربعينيات، وتم مرة تانية تطوير العمارة الإسلامية. ابتدى، لا التطوير جه بعدها بس مش بصورة التطوير لأنه التطوير هو شيء يبقى موجود وانا بطوره عشان هيئه لحاجه جديده، لسه دي ما حصلتش، انما هو تطور تلقائي طبيعي حسب ما يستجد في المجتمع من وظائف، من احتياج مساحي، من عدد من المستعملين،
من علاقة مبنى بمبنى، مبنى بطريق، وهكذا، اللي هي دي جوهر المدن اللي نشأت في نهايات العصور الوسطى. لكن العمارة الإسلامية بعد ما نظرت وابتدى يبقى لها مسميات، نسبت إلى العصور السياسية. فبدأنا، لكن هي مش ما نبعدش من الجزيرة العربية وما نبعدش من الدين الإسلامي، إنما بدأت في ظواهر لها بالفترة بتاعت الحكم الأموي، اللي هي فترة استقرار مدني وعلاقات وتنظيم، وبعدها العباسي، وبعدها الأيوبي، وبعدها المملوكي، وبعدها نخش على ما تأثرت به بالتركي ومحمد علي من عمارة في شرق أوروبا. تزامن في هذه الفترة اللي هي أكثر من 500-700 سنة في هذه التطورات، حاجات موازية ليها في أوروبا، بس كان لها دراسات أكثر لأنها هي في الواقع الملموس لهؤلاء المناظرين، مثلا زي العمارة القوطية، وهي دي أقرب حاجة بحبها، اللي هي شبيهة قوي بالعمارة الإسلامية، بالعمارة الإسلامية شبيهة بيها. وبعدين العمارة الإسلامية أثرت على حاجات في العمارة في أوروبا، وبالذات في فينيسيا وإيطاليا، ففي حاجات تلاقيها متأثرة جدا بظواهر العمارة الإسلامية اللي ازدهرت وظهرت أكتر وأكتر في عصور متأخرة من بعد العباسي. طيب يا دكتور، أنا يعني كمشاهد بتفرج دلوقتي وبسمع حضرتك وما أعرفش يعني إيه عمارة إسلامية، إزاي النهاردة أنا أقدر أميز مكان أو مبنى، أو لو شفت مبنى أعرف إن هو عمارة إسلامية؟ هي ما يميز العمارة الإسلامية للفاحص، فاحص للمظهر وللجوهر، أولا انتمائها لعصر تاريخي مضى، اللي هو اللي ظاهر عندنا كله، لكن جوهرها في كل ما هو الإنسان محتاجه لصحته الفعلية النفسية العضوية والنفسية والوجدانية. فإذا نظرنا بها من الخارج هنلاقي تشابهات كتير ما بين عدة أقاليم انتشر فيها الإسلام، بعضها عند فارس، وبعضها في الشام، وبعضها في مصر، وبعضها في شمال أفريقيا. دول الأماكن اللي ازدهرت فيها العمارة أكتر، بس الشكل الخارجي قريب واحد تقريبا، لكن متأثر بما يسبقه من حضارات أخرى. قمة العظمة أكتر واضحة في مصر، يعني في بلاد فارس الزخرف أكتر، فارس، وبعدين في الشام في شيء من هذا وقوي وعظيم، لكن متأثر أكتر بالحضارة الفينيقية لكن في مصر، على اعتبار أن مصر الأقدم في المباني الصرحية وذات التأثير البصري وذات الانتفاع الوظيفي، تلاقي المباني الإسلامية في مصر هي المباني الصرحية اللي جاية من كلمة صرح، أو المباني اللي فيها صراحة الاستعمال ووضوح الوظيفة، مش الزخرف. الزخرف فيها أقل، يعني في شيء من الزخرف ده في فارس أكتر، لكن في مصر الزخرف أقل. قمتها بقى وأحسن وقت لازدهارها في مصر بالذات في العصر المملوكي، لأسباب: أولا التطور المجتمعي اللي حصل، اللي كان فيه خلاصة من دول كتير، وفي الفترة دي كانت مصر تقريبا هي المسيطرة سياسيا وعسكريا، وأيضا الخبرة بتاعت العمالة المصرية بالذات إلى جانب عمالة أخرى استجلبت أو ثقافات تداخلت. فواضح جدا أن قمة جمال وازدهار العمارة الإسلامية هو العصر المملوكي في مصر. في عصر مملوكي برضو متأثر به في الشام، لكن في مصر أكثر، يعني الشام برضو هتلاقي فيه شيء من الحاجات الزخرفية نسبيا، وفي بعض التمثيليات العظيمة السورية قائمة على هذا النمط من العمارة، في قصور تاريخية معروفة هنلاقي ان فيها شيء من الزخرف اكتر، لكن لما بيبقى بيحصل تصوير، انا اقصد انه المشاهد بيشوف مسلسلات بتدور في احداث تاريخيه، صحيح، هتلاقي الحاجات اللي كانت متصوره في اثار
مصرية بعضها من العصر المملوكي بعضها من العصر التركي أو العثماني، الزخرف أقل. إذا ظهر زخرف يبقى يمكن بتأثير من تركيا أو بتأثير من فارس، لكن القوة والوضوح في الصرحية في مصر. ده من المظهر، من الجوهر الاستعمار. ونلاحظ أيضا في هذا النمط أو هذه الأنواع من العمارة الإسلامية أن ما بخش برتاح حراريا. فرق درجات الحرارة في الإقليم العربي كله بره عن جوه مختلف. لكن ما بخش أي مبنى من المباني دي ابتداء من العصر الأواخر العباسي وبالذات الأيوبي ثم المملوكي، ألاقي أن أنا مرتاح حراريا، يعني مرتاح في درجة الحرارة، أنه في عزل حراري نتيجة المادة ونتيجة التصميم ونتيجة علاقات الفراغات مع بعضها ونتيجة وجود ما يسمى ملاقف الهواء اللي بتتوضع في أماكن محددة تستقبل الهواء بطريقة معينة. وفي الإقليم المصري أغلبه في الشمالي، الإقليم الخليجي لقيه متعدد لأنه فروق الضغوط الهواء تخلي الهواء على مدار السنة من عدة أماكن، إنما في مصر أغلبه من الشمال الغربي. خلق تيار الهواء ده بيساعد على إحساسي بأن أنا في نوع من المباني مختلف عن أي حاجة تانية. أدي في الجوهر، ولو أن بلقى في الهواء أصلا ده مصري قديم من العصور المصرية القديمة، وعندنا البرديات اللي بتثبت هذا، والقبو برضو نفس الحكاية. أيضا موضوع إن غالبا النوع ده من العمارة بيتوسطه فناء مكشوف، ده بيساعد على نوع من أنواع الحركة الهواء والاستقبال، والسائع ينزل لتحت والسخن يطلع لفوق والكل بيستفيد منه، فبيساعد على تيار الهواء وبيساعد على إيجاد الراحة الحرارية في المبنى. فبتأكد من أني أنا في حاجة غير الشارع، غير أنواع تانية من المباني اللي هي في أوروبا ما فيهاش تصميم منظم جدا. وبعدين ذكرت كلمة الراحة. كلمة الراحة هي متعددة، عادة في العلوم بيقولوا الراحة الحرارية اللي هي درجة الحرارة ودرجة التهوية ودرجة الرطوبة، لكن عندنا في العمارة الإسلامية بعد دراسات مني ورصد في حركات تانية. الراحة البصرية، أن عينيا بتتنقل من شيء لشيء، مفهوم الراحة مفهوم مختلف في العمارة الإسلامية وبالذات المملوكية، وشوية أثرت في الفترة العثمانية بس بتأثير من تقاليد العمارة المملوكية في مصر. في الراحة الوجدانية، في الإحساس بأنه زي كلمة الحضور المسرحي، الممثل يقوله عنده حضور مسرحي انه مؤثر عليك على طول وكأنك معاه بتكلميه رغم انه بيحادث ناس اخرين. في العمارة الاسلامية النقلات دي بحس ان المعلم البناء اللي بنى موجود، بيقول انا عامل لك الحنية دي عشانك، انا عامل لك النقلة دي عشانك، انا عامل لك الحتة دي عشان عينيك عمالة بتتنقل في الشريط الكتابي الموصل بين الاجزاء وهكذا وهكذا. فده بيميز هذا النوع من العمارة اللي احنا افتقدناه ابتداء من نهايات القرن التاسع عشر. هل العمارة الإسلامية كانت موجودة في المساجد بس ولا في كل المباني؟ هو الخلط اللي بيحصل انها منسوبة بس للدين، لكن هي بدور العبادة والمساجد مع العصور السياسية والأزمنة موجودة في كل أنماط المباني، اجتهادا من المعلم البناء اللي كان في هذا العصر والحرفيين اللي معاه في حاجات، في وكالات، والوكالات دي حاجة سكنية أو تجارية أو فندقية، ده وده وده في الأسواق، في المساكن المتواضعة اللي هي زي ربع أو مسكن فردي أو قصر، يعني كان موجود في جميع المباني، موجود في كل المباني ومعاها كمان المساجد. والأسبلة اللي أغلبها نشأ من العصر العثماني لكن له بدايات برضه في العصر المملوكي للإنسان وللدواب اللي بتمشي. إمتى كانت العمارة الإسلامية في أزهى صورها أو عصورها؟ من وجهة نظري وبيتفق معايا كتير من النقاد والمؤرخين، هو العصر المملوكي في مصر بالذات. صحيح، ويمكن حضرتك كلمتنا عليها كتير دلوقتي. وقمة عظمة
الأمثلة في هذه العمارة المملوكية في مصر مسجد ومدرسة السلطان حسن بقى له أكثر من 500 سنة، ده غير الرفاعي اللي قدامه المبنى اللي قدامه بقى له حوالي 150 سنة، إنما الرفاعي بيعتبر درة العمارة الإسلامية في العالم اللي بيتقال عليه في النمط بتاع العمارة الإسلامية. حضرتك شايف إن لسه في ناس بتصمم العمارة الإسلامية ولا الناس بتتجه للحاجات المودرن الحديثة؟ للأسف كل من لم يتعايش مع إيجابيات التراث، إيجابيات الآثار الإسلامية في مصر وفي غير مصر عشان يعرف المقارنات وإيه اللي للمجتمع ده وإيه اللي للمناخ ده، مش مستوعب حجم العظمة ودرس كانت. فقط المناهج الأجنبية مالوش دعوة بالعمارة الإسلامية، لكن في كتير اشتغلوا في الاتجاه ده وبعضهم أنجز فعلا أعمال، منهم مثلا طبعا أستاذنا أو أستاذي حسن فتحي، في كمان دكتور صلاح زكي، في أحمد حامد، في جمال عامر، في رامي الدهان، يعني المعماريين الشباب ما هم دول بتنموا بس فيهم دول خط الشباب العمارة شوية، يعني جمال الإسلامية؟ عامر خطها شوية، رامي الدهان وسهير فريد خطوها شوية، صلاح زكي خطها أكتر، لكن دول دخلوا في المواضيع دي وشغلهم حصل فيه نوع من التحديث وفقا لمواد جديدة ووفقا لوظائف جديدة ووفقا لعلاقات بالمحيط العمراني اللي هي فيه وفقا نظريات الإدراك البصري عشان المواطن يحس بالجماليات وهو بيتحرك صحيح. ما بين المبنى وبين المكان ويبقى علامة مكانية، بس للأسف ما بتدرسش الحاجات دي كمناهج معمارية ضمن التدريس المنقول على المناهج الأجنبية عشان الطالب يعرف ده ويعرف ده ويعرف ده وبعدين يختار مدرسته. كان في المعرض اللي بتاعي اللي كان عمله لي جهاز التنسيق الحضاري ركن من ده، كان في نوفمبر اللي فات، نوفمبر 23، ركن انا عامل فيه دراسات عن استخلاص الطابع المعماري المدني والاقليمي في هذا اللي انا كنت بدرسه للطلبه على مدى حضرتك 58 لو سنه. بتقدم نصيحه للمعماريين الشباب الطلاب اللي موجودين دلوقتي ان هم يحافظوا على العماره الاسلاميه تقول لهم ايه؟ أول حاجة لازم تتجرأ وترسم بإيدك ومعيارك البصري ميدانيا مش الكمبيوتر. الكمبيوتر تطلع في الآخر حرفي بس، إنما عشان تبتدي تبقى خلاق ومبدع وتتبنى نظرية أو مدرسة فكرية الأول التمكن من الرسم، ثانيا التعايش الفعلي مع كل ما هو حولك وبالذات الأجزاء التاريخية اللي بتروحها بس عشان مشروع نزل لك سنة فبتقلد حاجة، إنما التعايش الحقيقي إن إنك يكون تشوف في فن الأثر ده بجد وتشوف علاقات المباني مع بعضها وإيه القيمة اللي هنا وإيه القيمة اللي هنا، مش بس تاريخ الأثر، لا، القيمة الإبداعية، القيمة التذكارية، القيمة الجمالية، القيمة السكانية، القيمة الاقتصادية، وتستخرجها بنفسك. يعني كنت بقول للطلبة ما تروحوا الحاجات دي، تخش وتتأهل كأنك هتتأهل لصلاة. تطبطب على الحجر وتقعد جنبه هتلاقيه بيديلك حاجات كتير، تبص لعلاقة مبنى بمبنى، استخرج من ده وطعم بيه اللي انت بتدرسه كمناهج علمية معترف بيها وكويسة قوي بس في الاتجاه بتاع المحلية المصرية. فدي أهم نصيحة أنصح بيها، ودي عادة نسبة كبيرة من تلامذتي على مدى السنين اشتغلوا بيها ونسبة منهم اشتغلوا في هذا التوجه. إن شاء الله يفضلوا ينقلوها على طول يا رب، بس ينتبهوا برضو انه صحيح. اوعى تتقيد بالماضي ويمنعك عن الانطلاق للمستقبل، شوف ايه اللي في الماضي اللي يبقى مأكد جذورك، ولازم تكون معاصر الا اذا كنت بتشتغل في بيئة هي تراثية عايز تحاكي بس او تستلهم بس او تعمل تباين، يعني دي ليها ظروف اخرى لما اكون بدرس حال معينة، انما عموم الحال الدراسي هذا التعايش الإيجابي من ساعة ما تنوي إنك تعمل رحلة استطلاعية ميدانية بخطة لغاية ما تطلع بورق قد كده وصور قد كده وتستنبط منها إيه وده يتوظف في إيه وده يتوظف صحيح. في إيه. صحيح.
دكتور احنا كنا سعداء جدا ان حضرتك متواجد معنا النهارده وحقيقي شرفتنا. انا اسعد لانه انا ما بصدق الاقي حد يستمع الى هذا الكلام، بس يا رب ينتشر ونعرف ايه المتغيرات وايه الثوابت اللي الانسان محتاجها واللي الوطن يفخر بيها ويأكد لنا عظمة الانتماء المصري. صحيح، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور. الله يخليك، اشكرك جدا.